بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسلك السعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنها المبدلون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحان أبن السنان كتابك الأورنجري صور من حياة السحابة إن أنا بلاونا قلبته هدو إلهي رهدو كتابك صؤاه سيرة دي تاريخ نولاد كي أرضي دي النبي نصوبنا صلى الله عليه وسلم السحابة دي الرسول كانوا مركا وحاللي هاي أصحابتا أيضا لك لعلنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هدي قفك سوى عن تاريخ نولاد كذو أبرتو وحاللي هاي إنا ينولشي سوى فقضاء نولشي أصحابتا إيو نغن كوذي وعنا أي آد ياد أسو دوان يسوي كتاب كان وحو كور رميا لحذن إيو شن سحابي وأصحابتي رسولك صلى الله عليه وسلم. وحان لي هذا صور من حياة الصحابة أم صور من حياة الصحابة، صور بمعنى هو تصالة أما معناها وحوي وقيب تاريخ نورلت كي صحابة هوي. وحان له نينك لي هذا الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا شيخ عياله هوي مكا شيخ مركو كواد دعوذان وكفر فرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحببت صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الحب وأعمقه، فهبني يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. وحير شيخ اللهم الله يوم إني أحببت وحنج على ذي صحابة نبيك نبي قاد أصحابتي سيأيانج على ذي محمد النها صلى الله عليه وسلم أصدق الحب جعل كمتك أقول رنط بضنوي وأعمقه أعمق الحب جعل كمتك متك وحال لير فهبني إله إيه بي يوم الفزع الأكبر ما أنت أرقق حوين أجره لأي منهم مدؤن وأي كمده إله إيه بي، فإنك أدق تعلم وأدقته أني ما أحببتهم إن أنا أجعلان إلا فيك أدق درتها مويانا يا أرحم الراحمين. ألك أمرك وحكعت شيقاني إن معنى وحوي أصحابتي وجعليها هل كان أي كعدها قل وحجرت أصحابتك لصار صار توي. وهذا كهرة وحالي رنين شيعي يا مساجد صوغ لمركاسا وحويري اللهم صلي على صاحب هذا القبر والعن صاحبه. إلهي يو وحدون حريستا قبر عمتك كتشر اللوذي معناها وحوي صاحبنا لعن ذويري وأبو بكر إيو عمره ساسويري مركاسا ننكي نن مساجد كإمام كاها يا أجي وابيو وحويري اللهم صلي على هذا القبر ويهي إيه وساحبيه والعن من لعنهما أو والعن من لعنهم. إلهي وحدون حريستا نبي محمد يوس يعني اللبديس الساحب اللبديس الساحب إله أون حريسة عدي نعلدنا نعلدو إليك عدي وحوي وحكشك توي مركا قلو حجرت أصحابتك لسار سار توي أيضا أصحابتي لك لسارينين أي أمرك وحوي كل لأن الصحابة كلهم عدول أيضا أمرك الشيعي إيوه وحلق عرائي وقرن كاس أيام من سنهن. أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابي كواد أوه الرأي وأنك لي هذا أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. اللهم الله يو ارزقه كأرزاق مالا إله مال كأرزاق وولدا ويهؤن إله كأرزاق وبارك له إله أبركي
وحو نقضيها ليري مركا كان من دعاء الرسول وهرتا صلى الله عليه وسلم له لأنس بن مالك ودعويه وحو نقضيها لي هاي أنس بن مالك من أغنياء المدينة أيون نقضي وحو دليا ليري مركا أود كيسين وحو قاريا لي هاي بقل أيو قاري وفي رواية إن انت دور كيس أساكسو قوضي أيا بقل قارتيا ليري مركا من دعاء الرسول يكمتها انتاسي كان أنس بن مالك وحوها في عمر الوردي عمرك اللي هذا عمر الوردي أيوها عمرك وحوي عمر الوردي وحالي هذا قف مركو هرلي هاي عمر جيس وعسبي هاي أي مركا عمر الوردي اللي هذا وكل وردي يوكل مركا حين الله غنته مركا يقول له غنت أمه الغميساء أو الرميساء وهي غميسان والي الرميسان واليري مركا يقول له غنت الشهادتين مركا يتوحيد كل غنت وي وأترعت فؤاده الغض بحب النبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأزكى السلام وأترعت ويكب وحسي فؤاده قلبي سأي ويكب وحسي الغض عصبا أما قويانا قلبي عصبا أي معناها وحوي عصبا أي ويكب وحسي بحب النبي الإسلام إسلام كالنبي أي كب وحسي ومحمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فشغف وحلغم من أنس بن مالك به بالنبي أي لغم من صلى الله عليه وسلم حبا جعل على السماع كليئة حبا جعل على السماع ومعناها حبا جعل على السماع مغل كليئة ومغل مركا وحلغم من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رسولك انتو سأركن واربحين تيس أيسو قادي وبا معناها وحوي وحلقوم من يجي جعلك رسولك صلى الله عليه وسلم سقولي أن أركن أو مقل أكريا ولا غر ولا يام ملة فالأذن لكتو تعشق قبل العين أحيانا نكير لكت أي معناها وحوي فالأذن تعشق لكت أي جعلاته قبل العين أحيانا أركت ذا كهر مرمر أي معناها وحوي لكت وح جعلاته أيضا معناها قفي أن أركن وي وكم تمنى إن بضنبا أيو تمني الغلام الصغير ويلكي يرى أن يمضي إنو آد إلى النبيه النبي آد صلى الله عليه وسلم في مكة تأسوى مكوك سوى النبي سوى أو يفد أم أسوى وفديو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مأها يفد أسوى وفديو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم على الأنصار إلا أنك أنصاري وأهاي ويلكاني إنو سوى وفدي في يثربا مقالة المدينة أي كسوى وفديان وي وهي ليسعد سيده معناه وحوي أقول لي بانه برؤياه نبغ أركتديس صلى الله عليه وسلم وويهنا أبغاكسده باللغياه لكل كيسة إنه نبغ لكل موي ولم يمضي على ذلك طويل وقت انت كذب ما تقنا لليه مركا وقت دير حتى صرا في يثربا إلى وحوي ماشي يثربا اللي هذا ما قال المدينة ويئه وكسو قوريه وكسو قوريه يثرب ذي المحظوظة الذي في وحلقوا ذي في على ليه مكان هجرة النبي أين قتوي المغبوضة لك من أيوي وهي لك من أيوي هل كامركا وحين قتيا على ليه وامشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل كامركا مغبوضة سيد الله رمك عابوي أن النبي صلى الله عليه وسلم إياه وساحبه الصديق في طريقهما إن يوضد كسو سجنهن إليها إلى يثرب أم إلى المدينة أوصى عدان فغمرت البهجة كل بيت وملأت الفرحة كل قلب فغمرت ويبوحسي البهجة كل بيت افتين أيام معناها إيو فرح أيام معناها وحوي مال والببوحيوي فغمرت البهجة افتينك أي كل بيت قري والببوحيي وملأت الفرحة فرحدين وحيبوحسي كل قلب قلب والبا وتعلقت العيون والغلوب بالدريق الميمون الذي يحمل خط النبي صلى الله عليه وسلم وساحه إلى يثرب الله المستعان وتعلقت العيون إنه وحي كدقين إيه والغلوب بالدريق وددي أي كدقين وي وددي دي الميمون إلا بركي الذي كاسو يحمل سو حنباره خط النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد تلابوين كيس إيه وساحبه ساحب كيس وحول تلابوين كيس إلى يثرب أنا أسو قادان وي مركا أسو حنباره وحاليه مركا غلوبتي iyo indhihi horta marka waxa leeyahay waxa lagu dhagaayay de wada macnaha qalbi kuma dhago ilna kuma dhagto macnaha waxa laga wadaa in qalbigi wadadii nabi maxamed iyo saaxiibkiisa ay ku iimaan lahaayeen in macnaha waxa weey qalbigi mar walbaba oo qalbigu ku jiray
إن دهنا معناه وحوي أي فيرنا يان أو وددنا وكو إما دونا إن دهن ولو فيرنا قلبين ولا حسوسنها سيدا وي معنو وأخذت الفتيان دالي يردي وحي قدق شيء يشيعون إن أي فافنا إن دائرتي وي مع إشراق كل مع إشراقة كل صبيحة مع إشراق كل صبيحة أما السباح هل كوي وأخذ الفتيان أوبتكي وحي قدق لين أما دائرتي يشيعون إن يفافنا يان مع إشراقة كل سباح صبح والبا مركا معناها وحوي واجد وإفتهم إن السباح أي معناها وحوي فافنا يان أن محمد النبي محمد قد جاء حقيقة وما طبها وما دوي فكان وحوها آنس آنس وحوها يسعى مد ورد إليه أرنك أيو أرد جريوي مع الساعين كوي ياعى يمعوض صغوه كواسو من الأولاد الصغار عيالك يرير أهوي لكنه آنس لا يرى شيئا شيء موسى أركينوي أو فيعود وسو لابناي كئيبا محزونا صغو أدو مرغي سنو سو لابناي وي وفي ذات صباح صبح صبحيها كمدهي ويهي شذي الأنداء ويهي أدقون كذو وآد أدرنيهي ويهي نظير الرواء ويهي موقال كذن وآد أدلالهي حتف وحاد واقي رجال رق أيار دواقي في يثرب مقالة المدينة أي كور دواقي وحير هذين إن محمد النبي محمد وصاحبه صاحب كيسة غدا وحي أهذين قريبا ينكو دو من المدينة مقالة المدينة آد بيقسو دويهين فدفق الرجال رقي وحي قدقلين يتجهون إن يوجهيسنا يان نحو الضريق وددي حقد الميمون إلى بركي الذي ودد صو يحمل إليهم وصو حنبارايا وواياها يحمل إليهم سو قارسنايا نبي الهدى نبي الهدى والخير وايها نونك إيو خير كالنبي سي أسو قيناي وددا مركا إيو كينيس وحقو دسو حبارس إنا معناها وحوي حق دا يوجه سنايوي اللي هو وددي يا نبي محمد سو وددا سو سو هايايا مركا وددي يا وحلق عبر إنا نبي محمد وددا أي كينيس وددا إنا كينيس وإيو سو حبارس معناها وحوي لقا عبر اللي سو وددو سو هايايوي ومضو واي معناها وحوي بحنوي يتسابقون ايوا وتكلا ترتما اليه الى النبي جماعات جماعات جماعه جماعه تتخللهم اي دحغليس اسراب غروبيو او من سب واي من صغار الفتيان عيالك يرير واي هي او اهوي دلنيرودا عيالك يرير واي تزغردو واي هي ايدو كم وقنس على وجوههم وجيالكوده فرحه فرحه ان ايدو كم وقنس واي وهي تغمر حالايتهم مد بوحسي قلوبهم قلوب طاد إذا بوحسي وي قلوب تدعى الصغيرة تا أي يري وهو تطرع أفئدتهم ألف وهي فتية ومعنها وحوي فرحد داسين معنها وحوي أي داقي سوء قلبك وضع معنها وفرحد ومعنها وكهد فرحد داسوي وكان في ضليعة هؤلاء السبية هؤلاء السبية أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان وحاء هذا في ضليعة هؤلاء السبية عيال كاسي متك مدح وها هرموت كوها أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أقبل الرسول وصاق بالصلوات الله وسلامه عليه مع صاحبه الصديق ومضيا وايتغين بين أظهر الجموع جمعوين كي دحضوا أي تغين أي سعودين جمعوين كي الزاخرة أتكو بفرابضنا ومن الرجال إيو الولدان عيال إيو رقو وين استوجروه أما النسوة دمر كيمياء المخدرات معنى أسرنا والسبايا قبله الصغيرات أي يريرا فقد علونا وحيفولين سطوح المنازل قريها دشوض أي فولين وي وجعلنا وحي قدقلين يترى أين إنا استتصيان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إنا استتصيان وي أو يقولنا إليهن أيهم هو أيهم هو طلو لابدان إنا صوص عطا كيبوكي هي رسول كيبوكي هي اللي أبو بكر إيو سقع سلي جروي مركا وي هي هرنا ماي أركنا لليه مركا نبي محمد عرم موسى لهنا لليه لكنك قال الله أبو بكر عروا لها لليه مركا وي كلك قرم وايين فكان ذلك اليوم فكان ذلك اليوم مالن كاسي وحوء هذا يوما مشهودا مالن وين أيو نقضي ومالن تاسي ظل آنس بن مالك وحوء هذا يذكره إنو شيك شيك أي مالن تا النبي محمد أو أماذي حتى
حتى نيفا إلى معناها وحوي وكزيادة من عمره عمر جيسة على المئة إلى عمر جيسة بقول وكزيادة وشيء جروي اللي بقول إيو سد حسن وكل انتهي ما كاد الرسول موسى صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة مدينة إنه كسرنا حتى جاءته الرميساء ويوحن روا حتى جاءه الرميساء إلى أيوت ما دوي بنت ملحان أم أنس أهيت وكان معها غلامها الصغير وحال جري مركها يضع ويل كيد أيرا وهو يسعى السقو أردى بين يديها وذؤابته لبذي سحلبنا ويهي تنوساني أي تطابنا يان على جبينه ويهي كو يعني وحوية أي تابنا يا مركا ويهي وجهيس أي تابنا يا مركا إيو معناها وحوية أي وحليل هذا ويهي كواسي واتمها معناها وحوية كر أصابح يا ليل هذا وأنقفك لقد جرنا ليل هذا مركا ويهي وذؤابته فوديس مركا فود معناها ودنا تمها وي مركا تمها وي وي هي حلبتي سنه تنوسان ان اي تابنهس على جبينه وي هي دبتيس اي تابنهس او دبت مركا وخا لا ودا كودادكيس iyo wajigiis inta ay taabanayaan wey adu marka meshii sheegay waa marka thumma hayyatin nabiyya alayhi as-salatu was-salamu inta kadib waxay salaantay nabi maxamed ayay salaantay wa qalat wa hayati ya rasul allah ilahi rasulkiisi yow لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة إلهي الرسول كيسي لم يبق رجل ولا امرأة نن إيو الناق ومن الأنصار كميده وحر مجران إلا وقد أتحفك وحو كسيي بتحفة هديو وإني أني لا أجد هلمايا ما أتحفك وحن كسي هلمايا به ما غاسب غير ابني هذا ويلكي وحن كأهن كسي كرمجران فخذه ويلك قاضو فليخدمك هكو خادم هكو أديك ما شئت أنت تضغط أنت هكو أديك ويلك قاضو ويهي فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير فهش وفرحي النبي صلى الله عليه وسلم للفتى ويلك أيو كفرحي لأن يركاني الصغير يرى دي مركا أدبو أيرا أقوه دي أدبو أيرا وبشا دول العدي ومسحا ومسحي رأسه بيده الشريفة جعنتي سي شرف كبنت أيو مركا مدح أقوم سحيوي ومس ذبابته وذؤابته ساس أقوم سح مركا أما ذؤابته أيو مسحيوي ويهي بأنامله فرهيس أيو معناه وحوي كتابتي فريه دي أن دي أدقون كبدنا وضمه وحو قدري إلى أهله أهل كيس وقدري وضمه إلى أهله أهل كيس أيو أقي مركا كان آنس وحوها بن مالك أو أنيس كما كانوا ينادونه تدليلا كان أنس أنس بن مالك وحوها أو أنيس أنس أما أنيس ومركا حقا مركي خوفك السيد بن اللوي يري أيا ليلة هذا مركا وأيا هاي هبلو مركي ليلة هذا محمد يوم محمد وإكلتها أنس إي أنس وإكلتها مركا ساو وحقا وأيا هاي أنيس الليلة مركا أنس يروا كما كانوا ينادونه way yahay siday ugu dhawaaq jireen marka ay ugu yeeri jireen tadliilan jilacsi way yahay ama jilcin ay siday ugu yeeri jireen fil aashirati ayu aha min umri inta marka waxa leeyahay kaanu yunaadunahu tadliilan hala marka way yahay unays alla fasir ay u tahay siday ugu dhawaaq jireen hala marka wax uga yar mudraj ahaan way kaana anas bin malik wuxuu aha fil aashirati min umri saas warku isku waxaan yahay يوم سعيد بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس بن مالك وحوها في العاشرة من عمره طوان أيوجري يوم سعيد ما ننتي أكوغوليستي بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد وآديك يسوي صلوات الله وسلامه عليه وظل أنس وحوها ذي يعيش إنو كنو ليهي في كنفه النبي محمد ضبطيس ورعايته إلى لنتيس حفدنتيس إلى أن لحق إلى أوكهل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلى أوكهل له فكانت مدة صحبته له 10 سنوات كاملات أنت معناها ونبي محمد لصاحب 12 سنة أيهد ورمايسترين طبعاً كاسلون نهلا وكعبي فيها ويا طبعاً كاسنا
من هديه صلى الله عليه وسلم نبي محمد هدي او كعب ما زكى به نفسه انت نفتس او كراهروي وهو عام من حديثه وكحف دي حديث كيسنا ما ملأ به صدره وحلابتي وكبرحية أي كحف دي أحاديث دي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرف من أحواله إيه وأخباره إيه وأسراره إيه وشمائله ما أي كبرتي لم يعرفه وسنقرن أحد سواه وح وهي أنس بن مالك وقرت مجروي كانت فكانت مدة صحبته له للنبي لصاحب حيه 10 سنوات طوان سنة كاملات أدمستر نهلا فيها وكعب نهل وحليل هذا ويهي حولها مركا يدرك كو أي صور دعان أول الشرب وي عبتان كمتك وهري أي ليل هذا وي مركا نهلي علي نهلي يا خليجر وي مركا ما زكى به نفسه وهو وعاء من حديثه ما ملأ به صدره وعرف من أحواله أحالوين كيسا وحوكا قرتي وأخباره ورر كيسا وأسراره سيروين كيسا إيه وشمائله خسلدوين كيس إيه وناكسنا ما أيو كبرت لم يعرف أحد سواه. وقد لقي أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلوات الله وسلامه عليه ما أيو كلك المي وقد لقي أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلوات الله وسلامه عليه وحو كلك المي ما أيو كلك المي لم يظفر سكوك ليسنا به ماغبا ولد عنق لدري من والده آبه سكوك ليسنا أي نبي محمد أوك ليستوى وحي أوك دعوك لطي أما معنى نبي محمد أوك ويهي كلاكل مي عنق آبه وحوس كلاكل من معنى مغاسدة وذاق ورد الدمي من نبيل شمائله خسلذوين كيس ووينا وهي أي وحن ربا سري من نبيل شمائله خسلذوي كيس سري إيه وجليل خسائله وهي هي إيه معناها وحوي دقن كيس وينا ما أي كددني تغبضه أما تغبضه أي كمنس أما أي مجرسنس عليه إسقى وأي كو مجرسنس الدنيا وحو كددني وهي هي دقن كيس إيه way khasladooyinkiisa sareeyay wuxuu ka dhadhamiyay wax macnaha waxa way adduunyada ay majarsato way qof kale iska daayay hadaba fal natruk aan ugu tagno li Anas bin Malik aan ugu tagno al hadith warka an ba'd suwar suwarinki qaar kood aan ugu tagno al wada'ati ifay min hadhihi al muamalati al karimati muamaladan iyo dhaqankan wanaagsan aan ugu tagno Anas bin Malik warka aan u deeyna allati taaso laqiya u kala kulmay ha iyadaba في رحاب النبي نبي معناه وحوي قريس وكل كلمة السمح إذا فد بنا دلقات كبنا ينربا نبي الكريم وناكسنا شرفت لها صلى الله عليه وسلم أو فهو أنس بها خسلوين كاسي أدرى سقى أنه أقوم بضن ومعناها أقوم أوله وعلى وصفها أقوى تلمان تيسن سقى معناها أبو دوله قال أنس بن مالك وحجري كان رسول الله وحوها صلوات الله وسلامه عليه من أحسن الناس ذاتك كو ناكسن أيوها ذاتك أقو في عن أيوها خلوقا حق معناها الضبيعة وأرحبهم أيوها متك معناها وحوي أيهي أقوان سعسا صدرا حق اللافتة وأوفرهم وأيهي أيوها حنانا حق الرحمة وأوفرهم أما وأوفرهم متك أقوان ماس كثيرا أيوها حنانا حق الرحمة إيو محبة ضبا فقد أرسلني وير مركا تصالح لغسينا مركا فقد أرسلني وإدري ويري يوما مالا أيو إدري لحاجة دن فخرجت وان بحجر وقصدت وحن أقصدي سبيانا بلان يلعبون عيارة في السوق عيال يرى السوق كو عيارة أيام اسكا أدوير لألعب معهم سانوا لعيارة ولم أذهب وما نآذن إلى ما أمرني به صلى الله عليه وسلم وحي النبي محمد إيه أمره ما بآذنه لأن جيران هايو مركزه وحيولي وحن آذيولي عيال هلقا اسك عيارة إنا نقول معناها وحوي أن اسك آذوي أن اسك عيارة ولم أذهب إلى ما أمرني به فلما سرت مركي أنجاري إليهم عيالك مركي أنجاري شعرت وحن درامي بإنسان قف
يقف خلفي قف قداشي تاغن عن دريمي قف قداشي تاغن ايان دريمي هو يأخذ بثوبي مرض سيدا ايقابان ايان دريمي قداشي تاغن فالتفت مركزام العسدوية فإذا رسول الله هو يبتسم واو قسلا ويقول حليه يا أنيس ويهي أذهبت مياد آده حيث أمرتك مهشان كو أمر مياد آده أنيسو مركافير هده رسول كفير وحيو إلى إنه كبق أنسو موسى أرن أنس موسى أرن أنيسو أنيسو أنسيرو هو أذهبت مياد آده حيث أمرتك أم مهشان كو در مياد آده انتان كاره مياد سوكتي ومحاده مهشان أطفرد محايتها ويهي فارتبكت وانا حيري وقلت احنا نعم رسول الله يو اني ذاهب الان يا رسول الله الهي رسولك سيو هدا انا ذاهب هدا مركزان انا نحيو وحير كرة في روحان يريري الرسول الله يو هدا انا ذاهب والله الهي بان قد ارتبير انس بن مالك لقد خدمته وان اخدمي 10 سنين 12 سنة ايا النبي محمد اؤذي قيري فما قال اي مؤرنا لشيء شيء شيء قاسو صنعته انسمي لما صنعته محسان او سميس أما محسان أقول سمايسي نسي محسان أقول سمين ويس ولا لشيء شيء إموس أرن شيء قصو تركته أن كتجي لما تركته ما حد أقول تكت إموس أرن ما حد أقول تيجي ويس إموس أرن هلك كشته وكان الرسول وحواه صلوات الله وسلامه عليه إذا نادى أنسا أنس مركو رواغ هاي صغره ويرين شريوي تحببا ويه جعل يو وتدليلا ويه يسجل عن ونبي محمد أنس أسجل عنه ورسول فطارة يناديه يا أنيس وأخرى مركلنا يا بني أنسو ورنجري ما هو رجل ويلكيو وكان وحوها ويهي نبي محمد ويئه يغدق متكشب أيوها عليه أنس من نسائحه نستيحوين كيسي يو ومواعيده ويهي وعدوين كي أما معناه وحوي وعد جيسة ما أيو كش بجروي ملا قلبه قلبي وكب وكبه حناية هو ملاك وكوها ناية لبه ويه قلب جيسوي من ذلك وحبك مد أقوله أياك مد هوا يا بني ويلك وإن قدرت هداد أبودد أن تصبح إن أدواك بريس أو تمسي أدقل بيسته وليس في قلبك غش أيضا معنى قلبك هذا وح خيانة كجر لأحد قف أدقبته ففعل سميسة أيضا يا بني ويلك إن ذلك أرنكاسي من سنة أن سندي أيوك مديه ومن أحيا سنة نكي سندي نولينا فقد أحبني وإجعل ذوي ومن أحبني وإسكو حرينيهن مد مدك ومبوذكرت ومن أحبني نكي إجعل هذا كان معي في الجنة يا بني ويلك يو إذا وقتك فعلت وياه أما دخلت عن ربا إذا دخلت على أهلك أهل كذا مركز أوجشوا فصلّم سلام فصلّم السلام عليكم له يكون بركة عليك هذه بركة يكون قنا وعلى أهل بيتك بركة يكون قناية عاش أنس بن مالك ون ولادي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام نيفا ويهي وثمانين عاما سديتا دور السنة أي ولادي ملأ خلالها السدوع علما أي وكبوحي إذا نحذي ومن علم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وأطرع فيها العقول ويها عقوش وكداجي فقها ومن فقه النووة وكداجي وأحيا فيها أو أحيا فيها أنولي القلوب قلوب بما أكنولي بثه كل حفردي بين الصحابة والتابعين أو من هدي النبينا صلى الله عليه وسلم إي وما كي ذاقه وأذاعه وانربا ومعناه وحوي ففي في الناس وكفى في من شريف ويهي أقوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إي وجليل أفعاله أفعاشي سمعناه وينيده وقد غدا أنس على طول هذا العمر المديد عمر غاني أو كان أنس وحوى هذه مرجعا أيو النقضي ما لولابت للمسلمين أنا أيو لابتانوي يفزعون ويو أرجع حجرين أو معناها يفزعون وحنكوضا ويقول لا بجرين أرجع حمركا ويقشي يجري ويقول لا بجرين وي إليه أنس بن مالك حقي كلما أشكال عليهم أمر مر والبأمر ومعناها وحوي كأشكال قلوي ويعورون ويعسكن جرين عليه أنس أي عسكن جرين وي كلما مر والبا استغلق وكحرم على أفهامهم ويفهم يالكوض حكم وكحرم من ذلك وحكمده أن بعض الممارين ويهي أن بعض الممارين في الدين قالوا معناها الدين تكدو ديسه
جعلوا وحي قدقلا يتكلمون إن أي كهاللان في ثبوت حول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مسوغن يهي مسيح مسوغن أيغو معناها وحوي حولك إيو درك النبي محمد أيغو كهاللاي واسوغن يهي إيو مسوغن ورأي حايان أي معناها فسألوه آنس أي كسؤالين في ذلك أرنكاس أي ويدين فقال وحير أفرس مركا جوابتي وايه ما كنتم ما أهين نويري أظن مد ملايه أن أعيش إن النولانا حتى إلى إلى حتى أرى إلى أن كأرك أمثالكم أذنك وكالهوي يتما وايه هو أذنك وكالهو يتمارون كمور ماي وايه في الحول درك كمور ماي في الحوض درك النبي محمد كمور ماي وي لقد تركته مركا فيري الله إشياء تتبين بالمثال حكم الشيء فرع عن تصوره الله المستعان لقد تركته وأن كتقويري ومعناه هاي ما يموس أراني لكن مثال أيوسينا مركا أو معناها وحوي إشكال كي كبحيوي الله المستعان لقد تركت وان كسو تيويري عجائزة ويهبرة أي أن كسو تيويري خلفي أني قداشي أوسو تيويري قروا يجوغان ويري ما تصلي واحدة أو منهن ويهبرة سوية لها أهي ما تصلي واحدة أو منهن مد أيك مد أهي متكتو إلا هديتكتو سألت الله إلهي وحيويد سنسا أن يسقيها إنو كورابي من حوض النبي عليه الصلاة والسلام ورنو وينو دينتي لحجر أو صحابة لحجر إسكدها براس أو معناها وايلك هو قرغود إسكدجو أيام معناها وحيليه نويري مركا يتكذان إله النبي محمد دركي نقورابي أذنك محاوة مركا واحد شيء يسينوي والله يا بني هايوي والله يا بني هاي وركاسو لي يا بني هاي واي ما شاء الله وقد ظل أنس بن مالك يعيش مع ذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما امتدت به الحياة نولشي سردن وحققاتي إنو كشاكي نبي محمد وكشاكي انت صمركا فكان وحوها شديد البهجة فرحي سمد وقدرنها بيوم لقائه نبي محمد مارنتي أولا كل موي سخي الدمعة اللي انت ديخسي أيوكوها على يوم فراغه مالنتي ونبي محمد أدونك فاروقي اللي انت ديقسي أيوكوها اللي انت ديقسي أيوكوها يا محال لقوضة اللي انت موسي بحين اني أدبوه يا لقوضة وكا برامشك أدبوه مركا كتابه حيوكو سعودة سيم معنها وحوي بلاغيس أيوكو سعودة مركا وحالي هاي سخية دمعتي اللي انت مدقس قوه او اللي انت ميو بحنا يصدقيسن اي ميا اد بو ايوي وحا قوله مدها قالك معناها كتاب او كسوده واي هي وحا اد فهم كرتا ان لو يري الله المستعان وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون وددي بركيسن اي كدغين الذي يحمل صحا باري خط النبي وصح الى يثرب السوق هذه ومعناه ما وضع وحصوق هذا ما يوضع سجع الله السعدوي وضع سام معناه الوجاراوي أو تلمانا ساسوي معناه ساس على قوضة كتاب ساسو كسعدوي كثير الترديد كعلنتي سنعاد بيقبضنا لكلامه صلى الله عليه وسلم نبي محمد هذا الكيو كعلعليو حريصا ميت كدد على أيوها على مبايعته في أفعاله وأقواله بقى يحب مدجع الأيوها ما أحب النبي محمد وحو جعليه وجعلا ويكره وكراهي سنعي ما كره نبي محمد وحو نعبه وحاول الله قول مده معنى معلمة حكم مده وحو جعل نبي محمد بعرك أيو جعل ليري معلمة حكم مده سوى مركة وحلارك بعرك دن معناها وحو حيرد كسار انت سوى مركة حيرد سدا أي الله أرك مركة سوى حلو يري بل سوى بعركاني مركة سوى حير نبي محمد أدب وجعل ما زلت أنا أقول إن جعله إلى يومنا هذا وكان أكثر ما يذكرونه ما يذكره من أيامه يومان وحا أوشيك آنس بن مالك وحا أغبضنا لما مالين أياه أغبضنا وأيامه أدوح أغشيكي يوم لقائه معه أول مرة مالين تيكواد إنه بحمدين أوسوغلاي أولاكولم إيو يوم مفارقته له وإياه مالين تي معناه وحوي أفارق آخر مرة مرك أودن بيسي أفارق أيوه فإذا ذكر اليوم الأول مالين تيكواد مركو شيك أو يوم قدوم النبي ومعنى النبي محمد مدينة وصوك قليئه سعيدة وفرحه به وإيهي وابتشى ونؤذك سنائي الله
أيورنا ما نمتسيز الله أكبر ما نوين أيهد مركا ودكسنا إساسا لغوضا مركا ودكسنا كأنه شم رائحة وأيه ديبة أما ديبة وأيه أسوق مركا واحد ملين يساوي ريحان ودكسنا أيوه مركا ودكسنا الله أكبر ما نوين أيهد ولي. وإذا خبر مركو قصو دع له اليوم الثاني ما لنت لبادنا وأيه انت حبا وأيه ودواغ جري وبكى وأجري وي وأبكى من حوله من الناس دتك أستجع معناه وحول لجركي سهنا وكأس جري وي وأيه وكثيرا وكثيرا ما إن بدن بكان وحوها يقول مديه لقد رأيت النبي أيان أركي عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا ما لن نصاقله ورأيت وان أركي يوم قبض منا سقنا لقى قبل وان أركي فلم أرى من أركن يومين لبا مالموث لبا داس مالنا يشبهانهما اسكيه كان أجمان أركن وير ففي يوم دخوله ويه قلتان كي سمانين تسأل مدينة الله فيها ويه الله فيها كل شيء شيء والبعياء فيه وي. وفي ذا وفي اليوم الذي أوشك أوسر نوادي إليه وفيه يوم كجودس أن يمضي إلى جوار ربه ويه أظلم فيها كل شيء ما أنت معناه أوسر نوادي نبي محمدنا إن معناه وحوي أن حق الأو أذنا ويشي والبعياء مجدو وكان وحو آخر نظرة ويه تاسو نظرت أن في نور إليه ويه يوم الاثنين أي حين وقت يكشف الستار ده لقى فيدي عن حجرته النبي محمد قول ديسي قل كيسي فرأيت وأنا أرك وجهه وجهيس كأنه ورقة مصحف مصحف معناه وحي ورقة دي سادو سقوة يقوي وكان الناس ضدك وحيا هن يومئذ ما نتسي وقوفا قوة تاغن خلف أبي بكر وينظرون إليه أيضا معناه وحوي فيرنا يوي وقد كادوا وحيسك أن يضربوا إنا اسكو لحيا عام بيسكين إلا النبي محمد أما ضيه ومعناه وحوي كوقص لي ويسور العدين هلكا فأشار إليهم وإشار أبو بكر أن يثبتوا سجوير ثم توفي الرسول والله صلى عليه الصلاة والسلام في آخر ذلك اليوم فما نظرنا ما نفير النوير منظرا فير كان هذا أعجبا مد عجبا إلينا أنا حقين من وجهه صلى الله عليه وسلم حين وريناه ترابه مركا عيدك جدا الله أكبر نبي محمد بعيد لوجدي نول بحو إسيري ما نبي محمد هل مرء يقوت سوى وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أكثر من مرة مر وحكمدة كبلا أي أدعيوي وكان من دعائه وحكمدها له لأنس أدعي اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فكان أنس وحو أكثر الأنصار مالا ووفرهم ذرية أود قبضا أيوها حتى إنه رأى وحو أرك من أولاده وحفادته ذاتك معناه وحو عيالك سيسيدا ما يزيد على المئة بقول وحك زيادة وي وقد بارك الله إلهي وبركي له سوح وبركي في عمره حتى عاش قرنا كاملا إلى أون ورادة قرن لما يسترهوي وفوقه قرن قاسنا 3 سنوات بقول سنة يسدح سنوي وكان آنس وحوى رضوان الله تعالى عليه شديد الرخاء أيها شديد الرجاء ورجيد اسمد قدرنت لشفاعة النبي له يوم القيامة كثيرا ما كان يقول فكثيرا إن بضنبا وايه كانوا ها يقولوا مدير فكثيرا ما إن بضم أو بضم با كانوا وحوها يقولوا مدير هذا إني لا أرجو وحن رجينا أن ألقى رسول الله هنا لكل ما في يوم القيامة فأقول له وحن لا إيه هذا متكاني ويا رسول الله إلى رسولك هذا متكان قوي دمك خادمي رغادي وإنه سنها ولقد مرض وحن وصد أنس بن مالك مرض الموت أي وحن وصد فقال وحوير لأهله لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم انتهك بعد الله وحوها يقول مدير هذا ها كلمة حتى ما إلى أكد توي وقد أوصوا دردارمي بعسية أول صغيرة ير كانت للرسول الله أصغناتي بأن تدفن معه إن لدوه فوضعت حلدجي بين جنبه وقميصها لوجلي هنيئا بغاد هنبلي لأنس بن مالك الأنصاري أصغناتي على ما أسبقه عليه من خير إلهي وحو معناه وحو خيره وكشبوي فقد عاش في كنف الرسول الأعظم أي يكون لذي 10 سنوات أي يكون لذي كاملات دمستر وكان 3 من رواية حديث ثم أبو بكر وعبد الله بن عمر فجزاه الله هو وأمه القميساء عن الإسلام والمسلمين خيرا سعيد بن عامر الجمحي والله تعالى أعلم.